الآن الطريقة الثانية، الطريقة غير المباشرة لحساب دلتا اتش، قانون هيس. طلاب في بعض الأحيان يصعب الحصول على انتالبية التكون أو انتالبية التفاعل بصورة مباشرة، يعني ما عندي انتالبيات الناتج وانتالبيات المتفاعل، ما عندي، يعني من الصعب أنه يكون موجودات عندي أحيانا، وذلك بسبب أنه في مثل هذه الحال يمكن تطبيق قانون هيس، يعني إذا الصعب عندي وجود أو الحصول على انتالبية التكون للمواد المتفاعلة والناتجة. طبعا قانون هيس لأنه حرارة التفاعل مقدار ثابت لا يعتمد على الحال البدائي والحالي، طبعا هو مقدار ثابت يعتمد على الحال البدائي والحال النهائي، ولا يتأثر أو لا يتأثر بالطريق الذي يسلكه التفاعل، لا يتأثر بالطريق المسلوك. فلو أخذنا تفاعل A زائد B يعطي C زائد D، احتمال هذا التفاعل يسلك الطريق العلوي، يعني A زائد B يعطي F زائد G، و F زائد G يعطي C زائد D. هذا طريق أول، أو بإمكانه التفاعل يعطي طريق ثاني اللي هو A زائد B يعطي K زائد I، و K زائد I يعطي C زائد D. بالنتيجة دلتا اتش واحد، طبعا دلتا اتش لهذا التفاعل اما باخذها عن طريق الطريق العلوي او عن طريق الطريق السفلي، يعني اما باخذ دلتا اتش لهذا التفاعل هو دلتا اتش 2 زائد دلتا اتش 3، صح، او منقول دلتا اتش لهذا التفاعل يساوي دلتا اتش 4 زائد دلتا اتش 5. هناك طريقين، هذا الطريق الأول وهذا الطريق الثاني، تماما. فدلتا اتش لهذا التفاعل اما بقول دلتا اتش واحد، دلتا اتش واحد زائد دلتا اتش اثنين، او بقول دلتا اتش اربعة زائد دلتا اتش خمسة، لانه الطريق الأول والطريق الثاني عم وصلني لنفس النتيجة. إذا وفق قانون هيس يكون دلتا اتش واحد اللي هو دلتا اتش للتفاعل اما دلتا اتش 2 زائد دلتا اتش 3 او دلتا اتش 4 زائد دلتا اتش 5. تطبيق حساب حرارة احتراق غاز الميتان سي اتش 4 زائد 2 او 2 يعطي سي او 2 زائد 2 اتش 2 او، طبعا دلتا اتش لهذا التفاعل، دلتا اتش لهذا التفاعل هي ناقص 890 كيلو جول. كيف اذا بدي احسب انا دلتا اتش لهذا التفاعل اعتمادا على تفاعلات؟ طبعا يتم هذا التفاعل يمكن ان اعتمد في حسابه على تفاعل اول وتفاعل ثاني وتفاعل ثالث. فالتفاعل الاول، انتبهوا، التفاعل الأول هذا دلتا اتش واحد، التفاعل الثاني هذا دلتا اتش اثنين، التفاعل الثالث دلتا اتش ثلاثة. طيب أنا لو جمعت المواد المتفاعلة وجمعت المواد الناتجة، نعم نجمع المواد الناتجة بهالشكل، بجمع المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وبختصرا لازم يطلع عندي التفاعل العلوي، وبالتالي بجمع دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2 زائد دلتا اتش 3 بيطلع عندي دلتا اتش اللي هو ناقص 890. طيب راح اعتبر انه جمعنا المواد المتفاعله وجمعت المواد الناتجه، طيب هلا هوني سي بتروح مع سي، طبعا سي بالطرف الاول تروح مع سي بالطرف الثاني، تمام. في عندنا 2 اتش 2 او بالطرف الاول، في عندنا بالطرف الثاني كمان 2 اتش 2 او، عفوا 2 اتش 2 2 اتش 2. ماذا يبقى بالطرف الاول؟ يبقى سي اتش 4 زائد 2 او 2، ليكو او 2 او 2 2 او 2 يعطي سي او 2 زائد 2 اتش 2 او، هو نفس التفاعل، وبالتالي بجمع دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2 زائد دلتا اتش 3 بجمعا بيطلع ناقص 890 كيلو جول. طبعا بجمع التفاعلات بعد الاختصارات اللي اختصرتها وبجمع دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2 زائد دلتا اتش 3 بيطلع ناقص 890 كيلو جول. طلاب الطريقه اللي بدي اعتمدها انا لحل
طبعا لحل هذا المثال او هذه الخطوه بيعطيني هو تفاعل بيقول لي احسب دلتا اتش لهذا التفاعل اعتمادا على تفاعلين او ثلاثه. فانا عندي خيارات قبل جمع التفاعلات، يعني يمكن ان اعكس تفاعل وبالتالي بغير اشاره دلتا اتش له، يمكن انه اضرب تفاعل باثنين بغير بضرب كمان دلتا اتش باثنين، وهكذا بالنتيجه بدي اجمع مواد الطرف الاول واجمع مواد الطرف الثاني، واختصر لازم يطلع معي نفس التفاعل اللي بدي احسب دلتا اتش له، وبالتالي بجمع دلتا اتش بعد التغيير للتفاعلات بيطلع دلتا اتش لهذا التفاعل. طلاب من خلال الحل بنفهم اكثر. الاحتراق التالي، يعني بدي احسب انتالبية التفاعل العلوي اعتمادا على هذين التفاعلين. طلاب انا راح احل بطريقة، طلاب انظر الى التفاعل الاول، انظر الى التفاعل الاول CO زائد نص O2 يعطي CO2. طيب التفاعل الاول انا اذا جمعت المواد المتفاعله بيطلع عندي CO بالطرف الاول، وانا التفاعل الاساسي عندي CO بالطرف الثاني، CO بالطرف الثاني، لذلك اقوم ب نقول نعكس التفاعل الاول. يا استاذ انتم بتقولوا انه كيف بدي اعرف انه بدي اعكس التفاعل الاول؟ طيب انتم انتبهوا لي على CO، انتبهوا لي على CO في التفاعل الاساسي بيطلع CO بالطرف الثاني، طيب انا كيف بدي اجمع هذول التفاعلين وموجود CO بالطرف الاول؟ لذلك اعكس التفاعل الاول. التفاعل الثاني بتركه على ما هو لانه C بالطرف الاول كمان هنيك C بالطرف الثاني. اذا بكتب ونترك التفاعل الثاني كما هو، بيجي بيشتغل بالحل. طيب التفاعل الاول بدي اعكسه بصير عندي CO2 يعطي CO زائد نص O2. طيب دلتا اتش لهذا التفاعل ماذا يساوي؟ صارت عندي دلتا اتش واحد فتحه، ماذا يساوي؟ زائد 280 83 كيلو جول. تمام. التفاعل الثاني بتركه مثل ما هو سي زائد او 2 يعطي سي او 2. اذا دلتا اتش 2 فتحه يساوي نفسه ما تغير ناقص 93 كيلو جول. تعالوا طلاب لحتى نجمع. الطرف الاول سي او 2 زائد سي زائد او 2، ماذا يعطي الطرف الثاني؟ اجمعوا لي الطرف الثاني سي او زائد نص او 2 زائد سي او 2. طيب معناته انا بختصر سي او 2 مع سي او 2، ماذا يبقى لدينا؟ طلاب انتبهوا، هون في عندي بالطرف الاول او 2 وبالطرف الثاني نص او 2، وبالتالي بروح النص مع او 2 يبقى بالطرف الاول نص، اذا يصبح سي زائد نص او 2 يعطي سي او، وهذا هو التفاعل اللي انا بدي اياه، وبالتالي دلتا اتش لهذا التفاعل يساوي دلتا اتش واحد فتحه زائد دلتا اتش 2 فتحه، ويساوي طلاب زائد 280 83 ناقص 390 93. إذا الجواب ناقص 110 ناقص 393 زائد 283 ناقص 110 كيلو، طبعا جول مول ناقص واحد لأنه هو بده انتابي تكون سي او من عناصرها البدائي. نحن طلاب هذا هو الحل، أنا راح أمسح الحل لأنه محلول بشكل صحيح، كمان بشكل صحيح جواب ناقص 110 ونص استاذ. في نص صحيح، صحيح ناقص 393 ونص صحيح، مشكور الله يعطيك العافيه. اذا ناقص 110 ونص صحيح، ممتاز الله يعطيك العافيه على المتابعه والتنبيه. نعم
إذن أستاذ هالاختفاءات الاحتراق المعادلات هني بيعطونا إياهن ولا نحن ما نكتبون؟ الاختفاءات الاحتراق سواء أعطونا إياهن أو ما أعطونا إياهن سهل، كل المواد تحترق بالأكسجين. المواد العضوية الميتان، إيتان، بروبان، مثلا إيتانول كذا، بالاحتراق يعطي CO2 زائد H2 وبعدين بوازن المعادلة. أما مثلا C يحترق بالأكسجين يعطي CO2، H يحترق بالأكسجين يعطي H2O. إذا نعكس المعادلة الأولى ونترك الثانية كما هي، تبقى المعادلة الأولى عكسناها صار دلتا H واحد زائد 383. المعادلة الثانية تركتها مثل ما هي، دلتا H2 هي دلتا H2 هي ناقص 393.5. جمعت الطرف الأول طلاب والطرف الثاني، طبعا أنا بعد ما جمعت اختصرت طلع معي طبعا نجمع ونختصر مباشرة. طبعا أنا بالجمع اختصرت مثلا CO2 مع CO2 ونص O2 راح، بقى هون عندي نص. إذا بقى بالطرف الأول C زائد نص O2 يعطي CO، وبالتالي الدلتا H لهذا التفاعل هو مجموع دلتا H واحد زائد دلتا H 2 ويساوي ناقص 110.5 كيلو جول تماما. أي سؤال؟ أنا عندي مثال، مسألة هامي إجت في دورة 2019 هاي الدورة، هاي المسألة. أحسب، طبعا هي نفسها موجودة بالكتاب على حرارات الاحتراق مثل ما بتحكي أنت. أحسب الإنتالبية القياسية للتفاعلات للتفاعل التالي. التفاعل هو CO غاز. تماما زائد 2H2 يعطي CH3OH الإيتانول. الإيتانول لهذا التفاعل اعتمادا على التفاعلات التالي، تفاعلات الاحتراق. CO يحترق بالأكسجين. طلاب انتبهوا، إذا قال لي اعتمادا على تفاعلات الاحتراق، طبعا هون ما بصير بالموازنة، ما بصير أنا أحط ما بصير أحط هون شيء، لأنه حرارة الاحتراق القياسي أنه يحترق مول، بدي أوضع قبل الهيدروجين نص أو كذا، يعني عدل الهيدروجين، ما بحسن عدل هاي المادة اللي عم تحترق، لأنه عم بيقول لي هاي حرارة الاحتراق القياسي، لأنه عندما يحترق مول من المادة بالأكسجين. طبعا هاي المعادلات اعتمادا على هذه المعادلات الثلاثه بدي احسب دلتا اتش للتفاعل. طبعا هذا متركه للدرس القادم ان شاء الله. بقى عندي بحل هاي المساله بالدرس القادم، وبناخذ حساب دلتا اتش عن طريق طاقه الروابط، وبننهي بحث الميكانيك او الكيمياء الحراري. اي سؤال طلاب اللي اخذناه اليوم؟ أستاذ أمت نستخدم هاي إذا ما كان عن المعادلات؟ نعم يا آية، ما في السؤال، تفضلي. أمت نستخدم هاي الطريقة غير مباشرة إذا ما أعطانا المعادلات الاحتراق تحتها؟ طيب أنا أستخدم الطريقة المباشرة. طيب بيقل لي أحسب دلتا إتش أو الانتالبية القياسية لتفاعل اعتمادا على انتالبيات التكون، بيعطيني جدول. طيب الطريقة اللي بناخذها شوي بعد بكرة ان شاء الله او بالدرس القادم عبارة عن جدول طاقات الروابط. بقى عندي الطريقة الغير مباشرة، هو اعتمادا على عدة تفاعلات. طبعا هو احيانا بيقول لي احسب دلتا اتش للتفاعل اعتمادا على حرارة احتراق المواد، وبالتالي أنا بكتب لحالي، بكتب كل مادة تحترق، المادة اللي بيعطيني إياها بكتبها تحترق بالأكسجين وتعطي، ودلتا اتش عاطيني لهذا التفاعل، فأنا بكتب تفاعلات الاحتراق. أحيانا هلق بالدورة جابوا لي إياها مكتوبات تفاعلات الاحتراق، بمسألة الدرس ما المكتوبات، فأنا بدي أكتب تفاعل احتراق. طيب أشي يحترق كله بحط له زائد O2 زائد O2 زائد O2، مثلا CO زائد O2 ايش بدي اعطيه؟ CO2.
طيب H زائد O2، طبعا H2 زائد O2 ماذا يعطي؟ H2O، إلا المواد العضوية مثل الميثانول CH3OH زائد O2 ماذا يعطي؟ المواد العضوية تحترق بالأكسجين لتعطي CO2، CO2 غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء H2O.